ماشي يا باشا، سلام. خايف على هموم؟ لا فجبت الموتوسيكل ده وجبت الادوات بتاعه الغسيل، حاولت ابسط الفكره على قد ما اقدر، وبدات اروح للعميل اعرف العملاء بنفسي في الاول، وده ما كانش سهل يعني في الاول، لحد ما الناس اقتنعت وبدات تحس ان انا بقدم خدمه حقيقيه. وكان كمان عندي ميزه ان انا ممكن اروح للعميل بقى في بيته، في شغله، لو في النادي، لو في الجيم، لو في كافيه، في اي مكان، اثناء ما هو مشغول بالحاجه اللي هو بيعملها انا بغسل له عربيته، وهو بعد ما بيخلص بيستلم العربيه وبيدفع كاش، او كمان ممكن يحول الفلوس على المحفظة الإلكترونية. ودي انا بقول النهاردة يعني بنسجل الموضوع ده عشان نوصل رسالة للشباب ان انت ممكن تقدر من خلال اي ميزة موجودة تحت ايدك ان انت تقدر تشتغل وتعمل لنفسك دخل كويس، وكمان تقدر تفيد المجتمع اللي حواليك. الله ينور يا محمد. وبعدين تكمل. الله ينور يا محمد. وبعدين تكمل. فكرة شاب طموح، انا بعتبرها كده فكرة شاب طموح، هو راجل يعني عايز يوجد مدخل رزق لأهله بالحلال، فهي فكرة محترمة بصراحة، تحترم يعني.